هلا والله، شو اللي قاعد يصير؟ هي والله بيراج. شارك حال شباب، معكم شركيات شركيكين، جالكم فيديو جديد. طيب شباب، اليوم راح نلعب مع بعض ايباكس ليجند. سويت كثير فيديوهات بالقناة عن ايباكس ليجند، بالنسبة لي من افضل العاب الباتل رويال، واكثر لعبة لعبتها باتل رويال هي ايباكس ليجند. قطعت اخر فترة، بس حاليا في سيزون 4 شخصية جديدة، اشياء كثير خرافية. طبعا شباب، هالفيديو برعاية اي اي، اعطوني 10 اكواد اسوي عليهم جيف اواي. 10 اكواد مو للعبة، اللعبة ببلاش فينك تعملها بكل مكان، لعبة مجانية بالكامل. 10 اكواد لكوينز جوا اللعبة فينك تشتري فيها شخصيات، سكنات، اشياء جدا خرافية. ففي كودين قدامكم حاليا، اول نتر ياخذوهم مبروك على البلاي ستيشن 4. في 3 أو 4 اكواد خلينا نقول جيف اواي على هالفيديو. كل عليك تسويه اترك لايك، اشترك في القناه، واترك اي تعليق في ايميلك او انستغرام او تويتر، وراح اختار بعد يومين 4 فايزين وبعث لهم الاكواد. وباقي الاكواد هم 10، فاربعه هنا واثنين، باقي 4 اكواد راح يكونوا لناس راح يبعثوا لي فينيشر تحدي. اول 4 اشخاص راح يصوروا حالهم عم بيسووا فينيشر لشخص. فينيشر عادي لما تروح تموت واحد وتسوي هولد مربع راح يسوي انيميشن شخصيتك. فكل عليك تسويه تروح على حسابي على تويتر، اول لينك موجود بالوصف. حمل فيديو الفينيشر، عمل لي منشن الي ومنشن لاي الشرق الاوسط، راح تلاقي حسابي وحسابهم موجود تحت بالوصف. واول 4 اشخاص راح يبعثوا لي فيديوهات فينيشر الهم بايديهم، راح يفوزوا بكود كمان كوينز جوا اللعبه. فاظن يعني جيف اواي شامل، الناس اللي اخذوا الاكواد اللي على الشاشه، الناس اللي بالتعليقات، والناس اللي راح يسووا التحدي. فاي يلا اوكي شباب، فقبل ان نفوت اشتريت الشخصيه الجديده، شكله خرافي. قرات عنه عنده خاصيتين، خاصيه قنبله عاديه، اظن قنبله تجي بمكان معين وتسوي دمج اي واحد يقرب منها. والخاصيه تبعه هي اللي عجبتني، الخاصيه تبعه تخلي انه تاخذها تروح على العدو تفوت عليهم، قبل لا تموت بثانيه واحده يرجعك على المكان اللي حطيت فيه الخاصيه. فيعني شيء خرافي للهجوم، يعني اذا بدك تهجم على ناس وخايف تموت سويها واهجم. خلنا نشتري الباتل باس، نشتري البريميوم باتل باس ونشوف شو الاشياء اللي تجي معاه. اوكي والله واضح انه جانا كثير اشياء. نحن بالباتل باس يفكلنا اول 29 ليفل، فعندنا هالسكن لريث شكله رهيب. عندنا كم باكج بنفتحهم الحين مع بعض. اوه في هالسكنات، اوكي نايس. خلنا نروح نفتح الباكيجات ونضبط وضعنا شوي. اوكي حطينا السكن الجديد لريث، ومين كمان اعطونا سكن جديد للايف لاين صح؟ اظن هذا هو، يب. وسكن جديد للهاملوك، اوه هذا خرافي. ومش هذا من افضل اسلحه عندي، ار 301. وفي احلى سكن شفته كان للار 99. واو ها من جد رهيب. خلاص يكفي، خلنا نفوت على الجيم. اوكي ان شاء الله ما حد ياخذ الشخصيه الجديده. حلو شكل الثاني بياخذ اوكتين صح؟ صح؟ لا تقدر يا خوي. حلو يلا خلنا نجربه. لا واضح انه شكله رهيب، واضح انه رهيب. اوكي شباب طلعوا الشيء اللي فوق، هاد يذكركم بشيء؟ هالشيء اللي فوق نفس حل لغز تاك ديران توتن زومبيز. الحين نلقي عليه النظره، بس خلنا نلوت اول شيء كالعاده. اول ما تنزل يعطوك سكوب. هذا خوينا نزل لحاله بعيد وقاعد يندعس ومات، يستاهل، مين قال ينزل لحاله؟ في واحد كشفني. اوه والله شكلها قنبلته ما تمزحها. Let's be honest. I'm the only real champion here.
ايوه نفس حلق ستاك ديال انتوتين اخر شيء بالضبط السما. اوكي في اصوات او هنا كمان. لا اوكي هي واحده. هي 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 ناس فناس اسف. والله رميت القنبله بعيد مره. انا اسف انا اسف انا اسف. يلا يا قنبله عبي. حلو طيحت الاول. اوه ماتوا نايس. والله يعني اللعب متحسن شوية يا عيال. كنت افكر حالي راح اكون نوب مرة لاني من زمان ملعب. والله من زمان زمان يعني شهرين تقريبا ملعب اللعبة. طبعا لو نطيت هون راح اموت اكيد صح؟ ايوه واضح راح اموت. في قطار. انا هالماب ما لعبته ولا مرة او لعبته يمكن مرة ومرتين. اي صح متذكر كان في قطار. والقطار فيه بوكس. القطار فيه لوت حلو شكله. القم. لو راح يجي من هالباب راح يموت صح؟ او لا يمكن يجي من هون. والله دخلنا بين سكوادين نحنا. ترى خوي اخذ وش ترى؟ انا قاعد اذبح وقاعد يلوت. هو دمجت القنبلة والله. طب وينه؟ اوه ليك هنا. اوه طيحني يا خوي. لا تموت لا تموت لا تموت لا تموت لا تموت لا تموت. اخ والله لعبت لعبت. يعني كنت اتوقع حالي راح اكون نوب بس دبحت. اوكي درالي 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 درالي. لا لا حلو. ايوه. اوه شيت في ناس وما عندي سلاح. اسلحة تعبانة. حلو 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 حلو. الله الله شوفوا السكين بس. ترى كان في ناس جوا ولا؟ خد لك هدول ميراجات. المكان شكله كذا. لا والله في ناس. هالمكان والله يلعب في مخك. فولت كي شو ها؟ شو الفولت كي بالضبط؟ used to access locked vaults. اوكي شكله راح يمر علينا. هلا والله شو اللي قاعد يصير؟ هي والله بيراج. نعم يا خوي. انا اللي ما ادري شخصيتي الرئيسية هي ميراج اللي العب فيها قبل. اوكي والحين طحت. كفو 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 يا فرستي. كفو 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 روح يا وحش. لا لا المحاولة الثالثة. شوف انا الهدف مو اني افوز لانه خلينا نكون واقعيين صعب اني افوز من زمان ترك اللعبة. الهدف اني استعمل السوبر واشوف كيف يشتغل. Level 2. Attention. There is a new kill leader. There's a new kill leader?
I'm not thanking you. شخصيتي هي شخصيتي من كثر ما هو وقح لما تبي تقول thank you لواحد او شكرا انه اعطاك شيء يقول له I'm not thanking you. اوه هذا باب. اوه اوكي طلعوا هالباب ذهبي وراه كله اشياء صفرة. واو هذا اللي طلع لي مفتاح الجيم الماضي. درع اصفر، هلمت اصفر، شيلد اصفر. ولو يطلع لي المفتاح بس ما يمدينا ندخل يسار يمين فوق تحت. اه والله شكله صعب. طيب يا خوي ما عندك مفتاح؟ ما عندك مفتاح صح؟ ما في منك فايدة. اوه سبيت فاير. يب هذا السلاح خرافي. محتار اخذ الشوت جن ولا لا. انا قبل بلعب بهالسلاح الار 301 والشوت جن معاي، بس حاليا الايم مضروب جدا، فاظن يعني لو اخذت الشوت جن الفيديو راح يقلب كوميديا. اوكي شوفوا الحركه الخرافيه هي. ايوه اوكي كانت مفروض تكون شيء خرافي. ايوه كذا هذا اوه في ناس عايشين هون، في ناس عملوا ريفايف لخويهم هون. شفتوا كيف الايم؟ شفتوا لما اقول لكم الايم مضروب اكون من جد الايم مضروب؟ فعل السوبر عشان شكلي بموت. لا سويت سوبر وما اخذته. بسحب على السوبر. هذا طايح. حلو اقدر الوته سريع؟ لا ما في شيء يتلوت عنده. بموت مرة الطمع. بموت مرة الطمع. اوه شو قاعدين يسووا بهالكوكب؟ هذا مصدر الليزر اللي طالع على السماء. والله الماب خرافي. هاي ذبحت اثنين. هذا لوتي. انقلع لوتي يا معفن. اوف عندي البراولر ذهبي خرافي والله السلاح هذا. عادة يطخ ثلاث طلقات لما يكون في اتاتشمنت معين يصير رشاش يعني اوتوماتيك ويصير جدا قوي. باقي 4 سكوادات، 3 نحن الرابع. في امل انه نفوز من الجيم الثالث ان شاء الله. باقي سكوادين بس. فعل السوبر. روح اعمل ريفايف لاخوي. والله يا خوي الدائرة. أنا آسف. لا في ناس قدامنا. أوه
اوكي كنت بموت رجعوني على الدائره رحت مت اوكي. هاي سوبر انه لما اموت يرجعني على المكان اللي حطيت فيه شو اسمه. اوكي شباب اظن خلاص يكفينا محاولاتك لليوم. اوه مايكي مفتوح اللي معي عم يسمعوني طول الجيم. هذا الفريق الفائز. اوكي شباب اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تشاركوا بالجيف اواي. اكتبوا تحت اي وسيله تواصل راح يكون في جيف اواي على 3 4 كوات تقريبا ل 1000 كوينز على البلاي ستيشن 4. وي بس قبل نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك وبس. كان معكم شركيال شركيال شكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.